عند ماليزيا وكذا شقي هلكن وده كين وكذا شقي السودان وكذا شقي رواندا وكذا شقي كينيا وكذا شقي إما كود أستراليا شو وكذا شقي أنا وان وان كذا شقي أو عن ولي بسايبر سيكوريتي عن كذا شقي ما هو بالكنا حتى مركي إنه بختي إنه شت داون إنه سويتش أوف إنه تتكون حمد إنه ما هو بختي سين ما هو بالكاس كوميونيكيشن بوضع وحو ما بختي سنا وحو وضعه هذا سيجنال بروكاستينج بسومينيا وحو الله حريرة يا تاورك وجوده وله الله يا مركا وزارة دولة شبسة دي وارون بيج كودي ولا لو ريجي مركا ما ملكي بيج كوزارة ده ولا لو ريجي إما كنا وضعك تي دولة دينا تي تكنولوجيا بينو أدو استعمالنا وضعك تي برجي كوفيد 19 كده عياك الله تم دحينه إن يو زيردو وحكوا قلي يعني قاب أونلاين وحلا جود هاللي حق حساسية سؤال شو مشت على حوي سمال حتى تاسوك الكوت ما تو أبود دي ملان علمي جدي ملانا كرتيدة دي ملانا أنت بدو واحد أركيسا موبايل كيو شيء بدأ سرقة في الدنيا شيء بدأ نسرنا بدنك left side كي نوقي على إنك رقتين ونها هل كسر موبايل كوري الدنيا موبايل خاني إلكترومغناطيس ويفز بحنايا كوميونيكيشن وحلو سمينايا تاورك حديد حديد بلو سمينايا سنفهم مركا إن بحي إلكترومغناطيس كي أشيء بدأ هذا قشتها the risk وين بكوية وأنها جوكية. وحلا جودة هذي حق حساسية. ووقت جو سعد على شر وزير كقرشين تقرن كها. بريجاس عن أسد قري يونت لايد هذا يونت كشيء عايزك. أيان أسمه يعني. مركوا وكوي جهر يي سمان لنا لقى سمي يو ويشرن قار هيدا عالم استعمالان. برامج كان حيل دايرة تطلعت كان واحد ضاو ضيال مارتينو وقع. إنشنر عبد العزيز أحمد علي. او برتي اما كنت تخصصي الا شهاده سراء بي اتش دي غنا كغاري علمي تكنولوجيادا اما علمي اسغارسينتا اي تكنولوجيادا انجينير عبد العزيز و شهاده بي اتش دي غا حدا كو دياريا علمي سوغيدا امنيغا تكنولوجيادا او لو يقانو سايبر سيكيورتي وحانو كغا سو شقيهي دلال بدن واحد كميت هاي ددكا فرقو تريسكا اه كو يا لبا لو اورن كرو علمي اسغارسينتا اي تكنولوجيادا كو تخصصي شهادة سربية كذي دولا يقانا كدي ياريه مدر دير دير كوش قينيه هرجيسة ده كي وجهري مركل لقصة نقطة شقادة خب بلاوي أها أيضا شقادة لحري دا علمي جسكارسين تهرجيسة يلا بيا را حقاد وح خب بلاوي ضي إلا وح برشة ضادي ده كل اللي أرتيد هالك وح خبرتهم عن هذالك دقري جهرو وح كقاطي ملشيا وح كدي ياريه جسكارسين ته ماستر تنا وح كدي يارون جسكارسين ته إسلام ملشيا imkana de phd da ayaan ku diyaaray cyber security ga wadanka australia jaamacadda raada uts university technology sydney oo sydney ku taala marka wali arday baanahay wali waxaan bartaa wali ma dhameystirin laakiin insha allah taala sarajinayo dad sadex saab aan dhameystirin insha allah dadku ugu horeeyay hargeysa markii dalka dib loogu soo noqday dhowr iyo soddon sano ka hor shaqada bilaabay baad kamid tahay ayadoo bal صور نقصي قرطة شقادة بلودين واحد كل شقينيسين مرحلة هي كل دوناية سكارسين تسمى لان سومر تكنولوجيا دو هير كل دون بيسومرتة مرحلة كل دون بيسومرتة مرحلة هاي سومرتة أنت كحاسوس ترنتي أما أنك سوق عري وحكم إذا هذي دول استعمال فونية بهالورنجري فونية عصو إسنا دور قيمة قيمة سنة مرحلة دي فونية شيء جوهرية أي نستعمال شنني وح فونية هل شنن له أو هل قفون مركز تا وكهاليو ها ayaana soo maray marxaladda marka qofka ka soo hadlayo burco ama gobol kale fooniyaas uu soo hadlaya fooniyaas oo frequency channel buu leeyahay fooniyaas oo aanay hebel 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 oo halka jooga oo qoladiisu cayn ka tahay oo halka laga helo ayaan u baahanahay marka qalin yabuug baa la qaadan jiray waa lagu qor jiray qofka detailskiisa marka la qoro ayaa qofki qof loo diri jiray inama marka ka shaqeyn jiray inama asa marka qofka halka ka doon jiray oo ka soo kaxayn jiray oo ci balan aan ka saad leedahay marka qofka balan baa loo qaban jiray marka kulli waa dareemi kartaa bulsho inta le dagaal ka soo noqday doonayay inay wada hadlaan doonayay inay wada xiriiraan oo hal channel kuyu loo galayo waad garan kartaa dhibtay leedahay iswada weeyday ya dad de kulli qaxay oo dhibaato badan tan marka dhibaatooyin fara badan ayuu ku hayay marka inamada loo diri jiray waraaqaha loo dhiibi jiray waxa loo jeebay leebal u taga halkaas uu joogaa qabiilkiisu waa caynka halkaas laga helaa inamadaas tagi jiray marka mootooyin baaskiilado waxba inamadaas qaadan jireen
تتلقى هذه تيجي تشرين كسوق هذا قف كسوق من تشرين هديله هلا مركزها بلان كله كين تشرين مركزها قف كده بلان تلو قبتهي دي بسوق قراعية تتلقى بقف كود هل تشرين أخبرتني كل قاعد تشرين مركز بس واحد تتك مركز هذا كسوق هل تشرين وحكم إذا رنتي نمس ياسين ما تسمع لان ما سبوا وين كهيا إسكارسين تدي مرحلة أقل في سن أي سومرت هل كاس مركز تنبه حتى واحد قال لي إن مركز تنبه فوني هل كتشنال هاو كورني وحال نوك يعني إنه هاللي فوني يا صدق تشنال ومعناه هل كي مربى صدق خف أي والله هاللي كران أي سوق اللي كران أي تدري هذه كران أما أي تدكو الله هاللي كران مركز مرحلة أسو سومري مركز تنبه تواين نجي موبايل كوميونيكيشن أي نقالني شركة ست كلورين شريبة بلودي شركة داسام مركها بلودي ده فونيا شو نمركها إن موبايل كوميونيكيشن كنا ده ما هين موبايل هذا عصر جيني مكايسنه وبهذا حتى واحد كوا وينين وقت توكي كان أسكرت تسيت معرفت إنت على عليك أي كوا وينين بقى مركها شابد يوحى مبوق قاعدين بورسلا لجودين شري تاسلا لجود هاد شري ده هو يسوس سعتي مرحلة كده دوم بيسوس سعتي الحمد لله رب العالمين تسمال لنا كي مرسو تكنولوجيا تدوين أركينا عقبها هو هنا وقت كده تهجنا. عقبها هو حكمت هاد طبقة كلا باور. إما كلير كأنه كلا وافر لا تكساعده. وهذا أرتلا دير الله يسكوها لاين كاو. أو ريلاي بلاين هاي سنة ما أنت. مقارنة. بريجا دير الله يرميشرين. شركة ساو شقيني افر لا تكساع. سمعنا يا الله يرتشرا. تميشرين. مركاس عادها قربو قايا. تتكلم سوى يشري. أقوم تلف تركيا دي سكرسينته. وحكو شقيا لا. وحن فهمي يبقى ها. waxaan fahmayay ba ayala laa mararka qaar kood marka aqabaduhu way aad buu dibadnaayeen waan ay farabadnaayeen laakiin alxamdulillaah rabbi caalamiin dadkeenu aad buu dadaaleen ganacsateenu aad buu dadaaleen dawladeenina soo kala maray runtii isaga keen dambeeyay aad buu dadaaleen oo dawladu waxay noqdeen maskax furan oo fahmay tiknoolajiyada faa'iidinkii leedahay marka maanta halkeenu marayno yaalkeenu ka nimid hadeen isma barigno farq weyn baa u dhaxeeya way shirkadihii ugu horeeyay marxaladay ka bilaabeen dabcan wad soo shaqaysay siday hay ayagu maxay dadku si warkay marka wixii telefoonadu yimiyo dadku way ka baqan jireen gaar ahaan wali marka mobile communication kuno bilaame mobilada waaweyn dadku qaadan jireen dadka marka la baalkan ku hadal oo de baal wireless u yahay oo qofkii uu la hadlayo ya dadku aad bay la yaabnaay yani waxaan xasuustaa yani dadku way ka baqan jireen ba maba qaban inay naga tagi oran jireen waxaan khiyaali baa dadku haysteen ba marka runtii dadkii xataa in la educate gareeyo maskaxdoodii la baro oo waxaan leeyahay waxaan waa cilmi fiican ee qaato oo barta oo isticmaala ayaa waqti badan xataa laftigeeda ku qaadatay way shahaadada ugu sareysay PhD ga imi waxaad ku diyaarinaysaa cilmiga sugida amniga tiknoolajiyada ee cyber security loo yaqaan bal cilmiga dunida siduu uga shaqeeyo wuxuu yahay baahida loo qabo bal soo dhaw da kulli cyber security waxa weeyaan takhasus cusub imka adduunyada aad ugu cusub aan traditional technology ka waxa la ilaahdo ama technology di dadku ay yaqaaneen waxaad mudan inuu ka duwan yahay aan adduunka imka casri aad u sareeya ayuu maraya oo Soomaaliland binu arkina maanta in social media iyo smartphones ki harkaha goosteen iyo dhibaatooyada ay nagu hayaan dhibaatooyin badan bay nagu hayaan challenges fara badan baa jira magaranaysaa oo bariga hore ee technology ay yaray aan jirin dhibaatooyinka waxa ka mid ah for example imka qoysaskii baad arkaysa qoysaskii aabihii hooyadii iyo caruurtii oo meel wada jooga guri wada jooga hadana wada jooga devices koodi ku mashquulsan aabihii iyo hooyadii ay ahayd inay ilmihii tarbiyadeeyaan oo ilmihii wax u sheegan ayaa gurigi wax la jooga aabo kale gurigi wax la jooga hooyo kale macallin kala la jooga oo tarbiyad ka duwan marka maxaa dhacaya cultural clash waxa dhacdo cultural clash ayaa dhacaya aabihii inankii fahmi maayeba sababtoo ah de cilmigii aabuhu ilmaha u sheegi lahaa cilmi ka duwan buu ilmihii tabar ka duwan buu ilmihii baranaya halkaana waxa la yiraahdaa child exploitation baa la yiraahdaa adduunyadu halka aad buu dagaalanta oo in bal yani wax badan baa caruurtii loo soo marinaya technology-dan system kan loo soo marinaya somad garan marka sidii aan ugu hortag leen waxa oo ay ino soo bixi lahaayeen ubad aqligoodu saafi yahay ubad aragtidoodu sax tahay garanaysaa sidii ay noogu soo bixi lahaayeen in dawladda iyo dadkeenuba aynu ka wada shaqeyno ayaa horta muhiim ah
هدي كان عصت النقطة هدي شركة النقطة هدي أقوني هنا النقطة هدي دولة النقطة هدي والد النقطة إنه كشقينه أي مهمة لكن أول مرة بك عررنا سدي إنه أهل الهين وبد عن إن أنا فكر هين وبد عن إصلاع عن أركتيدنا أركتيد كده وانتهي ما دام يهين ما دام ياش بري ما دام يهين وزير دي بري تحسن وحب أنت وضع شقين يا ده تكنولوجيا دي أو يد الفكرة اللي لا فهمه and سيدي أي نقول تيجي لهينا one 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 ده was simple solution كده ما أتكا أو ما دي بدنا مركا علمي كان سايبر سيكوريتي لورا هذا وحقي تكنولوجيا ده أول واحد نقال نيت توكت قريها أصدعه واحد نقال نيت توكت موبايل هذا ذكر هذا واحد نقال نيت توك تذكر ملاها بيك أوفرستا تمام واتيو علمي تكنولوجي تكنولوجي أهان تذكر لو حظي أو حق اللوري مركا إمك واحد موقتا فور إكزامبل كلا شركة ذي إن حكتو ذي لمن ده مقرنا سخبراء أي هلان حكتو ذي أو إيبيان فور إكزامبل حكتي تذكر ببلشك لا تذو ذي إمك شركة ذي إنه تد حك بها يا شركة ذي حك بها يا تذكر نبي حك هيا magacaagi daadaadi liisa nambarkaagi yaani hadii baasaboor qof ku leeyahay baasaboor nambaradoodi yaani xogtaadi ba haya xogtani waa qaali qofku xaq buu leeyahay in shirkadu ku aamino oo haysa shirkadu xogtiisa marka in cid kale oo meel kale ka timaado xogti dadka ay qaadata de waa arin aad u adag waana arin amaankina aan sugeyn magaranays marka cyber security gu wax kala baaha وأسد دت سيدي دت كه توكت أهي هذا يوه حكتي هذا يا العقتي هذا يا هبنجيد هذا يا العقي ترانسفير كريسان يا العقب بعد ريسان هبلو دريسان هذا قفكي أدون سي أنا جاني بالله حولنا يا مركا الله مرنا يا الدوية مركا ودي علم بالو الدوية مكرنس مركا سامر سيكوريتي هو واحد داعية سيدي أي نجور تجله سيدي أي لغة هرتك لها مركب وعلم إمك عصب أدونك أدو عصب وأدرك سمالمي ورك يودن بي إمك وادو جيد أي مرايك كل هاي شينا صوت دري إن إسباي أما وحن الله يقانو إن بساس لوسو إكسي بي بيلة بلكن بلون كان نحن أدوها يا حكتي مقادنا يا حكرا بارك اسمه حكتو قادنا يا وكوي سردي مركب لكن أود بيوياشن مرايكن كي إن أركان وحن تأتينا إهريدان سؤال شمشة تلاحوي سومال لا حتى تاسو كلا كنت موضو أود دي ملانا علمي دي ملانا كرتيدة دي ملانا ما أنت هدي سومال لان شركة بضانو واحد شرس سومال لان إسكارسينة شركة واحد شرس بضانو فينانشيال كشقية لعقو كشقية حتى بانجية نقطو حتى حوالة نقطو حتى واحد بضان نقطو حقوف رب بضان باينو يالا وحتى نقطو حقوف الدولة دي حتى يحوجا كلامه، حوجا هالنوع عاسة، ما إلى عشان كرنا، وما كع عشان كرنا، هدي عد كله استرادو بعده. أول تلعب قانونا. سؤال شو مشت هلا؟ واتهوا. مركا وحيا بها سايبر سيكوريتي بهاي هاي إنه كشقية وحيا بها، وأو بهاي هاي تتكو إني فهمان، إني فهمان كمان ما دويت صاليرو فوت بنكو شقية، ما مدح هذا حلها قفك صاق راعية. سيد كاغ العقبة يا كاسو خلدنتي لعقتي يسوعلي تترقف كل عقتي سي أيو كلب حياة صم هين أرنا عسى شرتي يعني وا 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 قاب وا نوع من سايبر سيكوريتي وكلا قرنس مركب وحا إن ده ولو بقى هي هاي الشركة دي كار كلا هاي أنا أودو أنا حكمت الشركة دي بقى أودو يا تتكقفك بناء هذا كلف تركيزها وحمركز أمال للي هاي وحكبل عن تقفك إنك هتعرض أديكي أنا وإن أمان كين كشقينين وإن البوليس كين لشقينين وإن الدولة دين لشقينين الدولة دو حمق ما كرت بوليس كو حمق ما كرت حتى إن نقول لشقينين وحلي حق ما كرت مش مركب أمانك محاكم إذا مركب تتكين وحب بدينهم باسويد إذا مركب بالكم باسويد أما الرقم كان سرت الله يرحمه تتكين وتد أقول لما حب ذم كودو وحلي جاب وين يسمى إستان 1 2 3 4 بكود قرنية password fudud ama la isku xigo ama la isku xiga ama wan wan seen la ha password fudud oo ninka tuugi jabsan karo ayay ka wada dhiganaya
marka wax masuuliyadii 100% shirkadii leedahay ama dawladdii leedahay ma aha waa wax masuuliyadii inagii nasaarta laakiin dadkii in la baro oo la wacyi geliyo oo loo sheego in shirkadeena noo kale dad fursad ama bangiyada noo kale computer ayaa la password computer uu leeyahay waxa laga yaabaa password ka dad shirkadaha u fursato inay hal password iskumada wada isticmaalaan lacagta hayaana lacagta dad bil aadan ay tahay shirkadii dambar يحاول يلعب آخر بطل جرس كا وحينا إنك وحنا نقول كنا هو كلام وبلاتفورم هل بلاتفورم بالقول كذي صاحب بقى الدو كده مين مكا وقلب بالقول كل كاسي مكا توجي ما كتيرة حريش كده كتيرة عدل بيت نبغى نرجع قلب بالقول مكا سيدي وحاس إنه لو تحضر الحال أي أصل كده runtii ta shirkadaha kulli walaga yaabeen jiraan laakiin waxaan aaminsanahay inaan shirkadeen wali u bislayn waxa la yiraahdo cyber security ga inaan ogeyn ba dibtu leeyahay inaan wali dawladdeena iyo shirkadeen aanay wali ku baraarugsanayn bal anigu daraysanahay oo aan isleeyahay waa arrin muhiim ah in dadkiinu ku baraarugsanaadaan arrinta cyber security ga wadamo waaweyn inaga technology badan inaga aqoon badan inaga karti badan inaga dhaqaale badan ayaa la hagaareeyaa وحكتوا ذي لاتوا ذا لقاطة الدولة ده، مركا وحنس لا يهاي هدي أي شرانه أو ريدي الدولة دين أي شركة دين أي هيان أو دين وتذي سايبر سيكوريتي أي هيان أو ده شركة دي هي ليه هين ده وتوبران حرفة السايبر سيكوريتي أو أش قي هدي شرانه ووحول أكسن هدي أنا شرنه وحن كلها تلنا يا إني سد دق دقة أرنت سيسيريا سلاقاته ويحك فربنا بجرته ولي بقى ولي بقى ولي بقى جارهان الدولة دين ما دام يحك بدن la hayo waxa fi aan dawladdu markaa inay cyber security gi ay awood badan saarto aad looga shaqeeyo hadii noqoto department-adeena kala duwan hadii noqoto judiciary-geena maxkamadaheena hadii noqoto executive body-ga oo wasiirada iyo madaxtooyada wasaaradaha ah hadii noqoto legislation body-ga oo ah baarlamaanka iyo guurtida iyo team-ka noocaas xog far badan bay hayaan xogtaasi intee in leeg bay security marka anigu kuma jiro systemka ma aqaano dawladnimada iyo waxa dawlad waligeed kama soo shaqeyn laakiin waxaan filayaa inay haystaan system fiican oo secure cyber security dad u tababaran ay u joogan ayaa filayaa oo rajaynaya laakiin hadaanay jirin waxa fiican in arintaas serious loo qaato shirkadaha bangiyadu waa very important dhaqaale hayaan transactions ba sameeyaan financial transactions ba sameeyaan lacag la xawliya dibadda inooga imanayaan inaga wax direyna garanaysa ودن كيني نايم كوحد مدى اني ودن كينو فرماي الدنيا دي بين افرانا ايمك اتشاني بضان باينو ايمان ايسا تد بضان باينو سوى بوغان ايا تد كان سوى بوغان ايا كرتدو دي اقوان تود ما نقانو غران ايسا واحد دونان بوغفو نوسان مركا وا ارين اوباهان ان اي نو تحدر كيدا يالانو فو جيغنان تينا يالانو مركا سابر سيكوريتو واح تخصص ميل غارة gala maaha waa takhasus meel walba gala haddii noqoto multimedia oo TV-yadeena iyo haddii noqoto broadcasting system-keena everything internet-ka la isticmaalayo kale dalalka uu ka yimaada taalafteedu bal dalku ma inuu internet-kiisa lahaada ma inuu dalalka uu yimaada ma qab jira and there were run internet-ku meel kale uu dadka adduunyada dhanba meel kale uu ka yimaada and meel uu ka tagay meel buu ka yimaada meel buu tagaa laakiin farqa u dhaxeeya waxa weeyaan Soomaaliland iyo dunida kale u dhaxeeya waxa weeye internetka markuu noo yimaado dadkeenii xogteeni ba isticmaalaya marka la isticmaalayo xogteeni in loo ogaado ma aha marka Soomaaliland waa inaan xogteeni inagu maamulanaa waa inaan xogteeni secure ka dhignaa waa inaan xogteeni hubinaa oo in ogaanaa in xogteenan iyo communication kan wadankeena gudihiisa ka dhacaya inaanu meel kale u bixi karin garanaysaa taasina qaabka loo maamuli karo ee loo habeyn kara ee loo sameyn kara waxay la tahay inay tahay oo kula talinaya ee wadanka waxa u qaabilsan hay'ad baa u qaabilsan isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada waxa la yiraahdo gateway baa jira adduunyada dhamma isticmaasho fahmi gateway-gaasi waa internet-ka ina soo gelaya telefoonka ina soo gelaya meel maamusha oo gacanta dawladda ku jirta oo dawladdu filter oo kale marka aan doonno inaan shaandeyno subiya soo iskama shaandeyno iskama mirno shaa ubaha soo iskama mirno ubaha soo kala weeyo marka wax kasto soo gala wadankeena
information كستا ورر كستو سوق ليا إني وزارة دو أما هاد أسي أي أطوب برناتو إني شان ليسو و أي نوع أنا روح على واحد تتكين يبلو شذا إني مجتمعين لو سيدين كرا متاعي مسمع توك بس الرأي كرتا توك تاعي إنه تتكين كسيدين ما هاد سمع بنجدين إنه كسيدين ما حكتين إنه كسيدين ما وين مسك شان لينا هل كان وين كو كنترولنا وين هل كان كو قبلنا وحيا بدنو أنا لو قلت لك إن عروض تشنيت تشنيت من شر كيري إن أركان بقى صوما ها وحيا بقى أول قرية بكرية شان هذا سر ريبس مركب واحد هذا أفق قلاد جيتوي وهو حس كفضت كل سبعين تيسو على وسال أمي سنة هاي إن وحن إن شاء الله في ليا إن هاي دي نوقع بالسنة أي سمي سأوري دارنتها هذا أنا سمينا تقولي إني سمي يا وأرن مهمة أدي أدي مهمة أدو كل نوسة وطن الله إن ما تشرد جيدا وطن aan lahayn ma jirto wasaaradda isgaarsiinta oo kale bejkeedii wala jabsaday oo maqnaa in badan xog ma ka haysa aan wali xiriirna mu dhaxmeen wasaaradda laakiin waan maqlay waa arrimaan cyber security ga ku sheegay waa arrinkan uu yaan waa cyber security ga wala jabsanaya maanta waa wasaaraddeenii aan wasaaraddeenu waxa jira xogo badan oo kale oo ka khatarsan oo ka sensitivesan oo la jabsan karo فهمت؟ بركان وقدم كان يمكن لها أن هدي وحي أود أن أولنا هاي وأن أولنا أقول تدي وأن أولنا أقول يها نفر بدن أو كلا ترى علم جسابي سكرتك برتاي وقربها هي مالها كلا تشوجا وحقروح بدن إن أي إنجيج كراي ندت كنا قنت له إن لا لحد ندت كنا قنت له إن قنت له كفايد استو أو ندت كي لا 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 يلاحظوا حال سنو حنا سنو حقبنا مقرنس مركا وزارة ولا تبصدي warun bejkoodi waa la wareegay macnaha la jabsiga lagu sheegay wax kale ma aha controlki baa iyaga laga qabsaday gatewaygi baa ma ayay bejki facebook ee wasaaradu yidu maamulanaysay ay waxay doonto ku gureysay ay sawirada yidu maamulanaysay kiiban jirin marka maamulki bejki wasaaradda waa la wareegay imikana waad aragtay dawladdeena technology baynu aad u isticmaalnaa waad aragtay bergi covid 19 ku dhacay oo kale tii madaxweynaheena iyo wasiiradu waxa ku galayaan qaab online ah ayo shirka golaha wasiirada lagu qabanayay marka maxaan u gudubnay waxa laga wada hadlay xog xasaasi ah ayaa laga yaabay in wasiiradu marka ay madaxweynuhu ka hadlayaan fahamsa xogtaasi sidee secure tahay de hadii khubar hesho wala jabsan kara hadii aan infrastructure ki u diyaarsanayn aw inaan u diyaarsanayn garanaysa imika gurigaaga deer baad samaysatay soma deer ka dhan waxaad ka fikirtay wallahi tuugintu salaan soo qaatu ku boodaya soma kuma fila kuma fila maxaan si sameeynaa racing wire wire kan lagu xag guriga dusha laga maray maartay ayuu haddana ku sii xidhnay soo sama wire kaas muxuu sameeyaa waa another layer of security waa dabaq labaad oo security kale oo si saartay meesha soma kadib haddana wire ka kumaad ka soonaan haddaad foox ku jirto dabaqa hoose ee gurigaaga daaqadaha maxaad gelisaa muraayadu kaliya maad geeyne great baad lagu sii xidhaa aga ta macna ma fahmi ma hada samayn samarka albaabadii qaar bira albaabadii qaar bira gelisi marka waxa samayn samaxay hadana qololki waa qolkasa si leeyahay hadana absolutely marka maxay ino samaynaa marka caynka guriga ka samaynayso maxa samaynaysa waa safety wad ka shaqaynaysa safety aad ka shaqaynaysa waxaan u baahanahay marka cyber security ka hadlayno inaynu caynka u shaqeyno inaynu caynka u fikirno inaynu qaab nooc aas u fikirno onaano maanta waxaan sameynay deerki تتنقل ديرك إن إنف أو نوت من وين فيلي ديرك إن مسوي نقوم في الله إنه ما في الله معناه نبه هالنا هاي بحكي لنا سمعنا اللي ممكن توك تسافر سكورتي قبل تركوه ده مركز دير أت سمعي صو ديرك مرك هو يبرنا يا then they will know هالك ديرك سيد الله قال جد بو يبرنا يا سمع يا مركا هذا ديرك أسكت ده يسو ويبرتن ديرك ويكسر نعيا لكن وانا بحكي لنا سيسارته وانا هذا سيسارته marka waxa u baahan tahay cyber security waa continuous improvement waxa la yiraahdo continuous improvement example yar baan ku sheegayaa anigu runtii ma ogeyn laakiin waa example aan ka fikirayo un imika wasaaradahan oo kale computer wada yaala soma computer ku shaqeeya dawlad computerasi operating system ka ku jira isku wada mid soma operating system ka hadlaya waxa ka hadlaya microsoft ki waxa laga yaaba in wasaaradda tagto microsoft windows 7 ku jiro halka aad meel kale tagto in windows 8 ku jiro in aad qol kale tagto windows 10 ku jiro marka wax standardization ma jiro ma jiro
والله والله بدي نعدي. أو تصالح حنكون سي إيه فهمان. دير كيف بنسمعنا؟ واير بنسمعنا. واير رب بدن باشر أو كدوان. ميد واحد شر واير يهودي لا يرى. واير يهود. ها. أو شير هذا ده مريض هذا كده جيه. واير. مر واحد شر واير إلكتريكا. هذا هو فبرك لا يكده جيه. واير سلا واير لكن. وكلا سكيورتي بدين. سمع؟ مرك يعني جرائد كده داقدها قد قلنا إسه جرائد دول دور نوع يوقف سبعة قار يرو دول دوم بشرة قار بربورم بشرة قار حوق لا بشرة قول يا ترى كل ده كله وانو سد عمرك مشارت كده لا تبين أيو بس سكيور باته لكن وحوات سمع يسوي وانا أحسنه تسكيورتي وحوات تسمع لكن it's not enough اللي بعتدي بدوده لكن it's not enough والله سمر كده ما في لا ما في لا مركاتينو بحنا واتا استاندرايزيشن كو حنا لهدا ان فور اكزامبل او كلا شركتو ايلاتو واخ ستاندرا او اسكو ودا ميدا يا وحي سهليسا ان اد اوغاتو وخي كوسو غلا يي وخي كابخا وخي كوسو غلا هادو شك ييشو ان اد قبان كرتو لكن هدي اد كلا ددوونتي او مقصناد اد ميد كخليي غرايد كيري ميد كخليي غرايد بورني ميد كخليي غرايد دخي تي ما معمول كرتي ميلو كسو غلن موغان كرتي زي عم بدي فهمت خطرهم دنيا سوف صار أي علم جو دنيا ما كبسيلي هاي هدي أنا لجوه رتكين ساعات شيء سواء جيت ويا ممل شا لجس فوق الله سماينين دبتوين ك أديك دنيا تسوى مرتاي أذكر سوى شقي سي بربر ليك يا سيد وحبا هاد لعك راء جوا وين معك مثلا دبتوين تو واحد لعك راء دنيا وحقوق على سلوى حق دنيا وحقوق على سلوى وحق xugta hadii la helo wax kale wax kasto kale waa la helo marka horta xugteen inay amaan noqoto waa muhiim hadii noqoto xug dawladeed hadii noqoto xug private oo ganacsato hadii noqoto xug shakhsiyadeed ba in intaba aynu de secure gareyna waa muhiim wey marka waxa la isku leenayaana waa xugtaas dunida adduunki dagaalkii imka la isku face to face qoriga la isku qaadanayna imka adduunku ka gudbay technology imka isku dira inno halka joogan baa leena daawanaya leena arkaya soo fahmin maanta wad ogtay social media oo aan dooni halkan dhalinyar telefoonkeedii aan soo mariyo dhalinyarta si easily bay facebook gi page ki instagram ki snapchat ki ay u gelinayaan sawiradoodii xogtoodii bay u gelinayaan yaa weydiistay xogtooda intan tir xogtaada soo galiya sawirkaaga halka ku dhalatay iyo daadada iyo inaad xaasladi inaad xaas lahayn waayo ما نقال حتى لو كقف اللي بكل بوديا سوور كيسي دي تيليس كيسي بشيغي ما انت وحان كقضي هالكا بري وحان كقضي هالكا عا وحان كقضي هالكا عكش عشك عشين ايا هالكا سنك قرع دي دي افرتي دي وحان يالي بلاتفورم كان فيسبوك الله يلاحظ بري قرر فيسبوك انو يقاني سبا دي وحان ملي هنو شركة على دي داد باقي قناس دي وحان معنى حوكتا دي او فري ونعيدك ويدين بدد كيسي واي اوت سين سمر ايغو ميكسيا ما بنا قان ايغا مركا واي حقتا دد بخليسا مركا رونتي ان دباتوين كافرها بدن باس كجرا ان سايبر سيكيورتي كنا جنرال اسلام كو شيغاي دي وا اليمن مهمه وحا كلو قودو بالكان دونيا ان سومريو جامعاده دالكا او يدونا دي انستيتيوشنز كي ان انستيتيوشن كي دي وطنكا قيب لي بحكي قادناي وي أقوي هني نوسو ساري. أنت بدن سين أوجن هيك على ضلك. أنتو ذا أبدن أرضي ذو حمبي قلنا. علمي هذا لحريدا جناسيكا حسابات كا أرمها. بالكورنا أيضا. وقذب كنوسو سعديو. كم عدو هي كترشم يساب باهيدا ضلك. كم عدو وين كترشم تا باهيدا ضلك. إن جناس نقطة معها. وين كترشم تا باهيدا ضلك تعالى ما هي تاي. باهيدا صار ضلك تعالى. dadkii ardaydii ahayn u barnaamijka baahida taala wadugti ardaydeena waxa ka soo bixay maalmo walba sanad walba intaas kuna arday baa soo baxa intaas waa accountants intaas waa business administrations intaas waa waxa intaas waa waxa intaas waa IT waxa loo baahan yahay maanta adduunyada halkii u jahaysatay halkii adduunyada u jahaysatay haddii accountant iyo dad madaxweyne tahay iyo dad wasiir tahay iyo dad idaacad ka shaqeynayso adduunyadii waxay u jahaysatay maanta technology
waxay u jeestay adduunkii waxa la yiraahdo cyber security waxa la yiraahdo data science oo sidii loo maamuliyay data xogta sidii loo maamuliyay tahay waxay u jeestay adduunkii cloud computing waxa la yiraahdo waxa dr imka shirkaduhu ma garanay inay leeyihiin laakiin shirkadaha kulli aan ku tuumeyn leeyihiin wax kamid telesom kale way leedahay adban waa maanay really and hawsha waxay leeyihiin xogtii inay cloud computing ku hayaan oo xogtii halkan ay taala sax server ay ku jirtaa machine ay ku jirtaa file alba inoo saaran tahay laakiin wax kasta way ku dhici karaan ilaahay nagu ma keenan laakiin maqaadir way dhici kartaa this system ka gurtida ka warhan waxna qaba daadad baa dhici kara layd baa guban kara dhibaato dhici karta haddii wixii timaado dhibaatoas dhacdo xogta xag laga helaya mixira ba waa backup marka backupkii ha u jira laakiin de meel kale laakiin backupka ugu safe kareysa waxa kamida backupkiin daruuraha la dhigtaba waxa la cloud computing hawada hawada ku taalaba ha anytime baad la soo degaysaa anytime baad bixinaysa waa technology adduunka imi ku socdo waa technology adduunka u baahan dawladdeena kamida xogta dawladda iyo maxkamadaha iyo ciidamada xogtoodu de inay faylasheeni traditional ka hayno yalan maaha waxaan kula talinayaa inaan sameyno technology aan ka faa'iideysano waa free qaar baa free qaar baa jaban oo lacag yar laga qaadayaa ma garanaysaa marka xogta in meel dibadeed la dhigto oo backup la dhigo waxa la yiraahdaa offsite backup oo meel aan meeshii dadku joogeen ka baxsan la dhigtaa waa muhiim waa safety marka adduunyada halka socoto data science-kaasaa ka mid ah cyber security-gana ka mid ah backup-kaasaa ka mid ah cloud computer-ka waxa la yiraahdo meelaha ardaydeenna inay jaamacaduhu xoogga saaraan oo bartaan oo ardaydii baraan ayay muhiimadda horta tahay laakiin traditional courses-kii awalba ay dhigi jireen for the last 20 years la dhigayay inaynu ka gudubnaa fiican maanta inta soo arday waynu haynaa oo business-kii nooga shaqeeya intaa soo ardayno accountantisa waynu haynaa oo qaar badanoo ka mid ay shaqo laayiinba soo maaha laakiin ma hayno content ardayo cyber security-ga barto maanta argisa jooga ma jiraan oo maanta kofargaraynaya ama daboolaya baahideenna ama cloud computing ama data science ma jiraan aad baan arrintaa uga shakisan inay jiraan hataa 10 ka mid inay argisa joogaan aad baan uga shakisanaha maxay noo diiday in faculty la sameeyo qaybo cyber security-ga qaybo cloud computing-ka qaybo data science-ka inaan sameyno ardayda in research loo diro maxay noo diiday waa cilmi loo baahan yahay xogta dalka iyo shirkadaha loo ilaaliyo xogta dalka iyo shirkadaha loo ilaaliyo ka shirkadu waxay u baahan tahay dad u shaqeeya shirkad kaliya shaqeynaysa soo cararaysa ma jirto soo ma waxay u baahan tahay dad u shaqeeya dad daba qualified ah oo cyber security expertise ah oo data science expertise ah oo data scientist ah oo u shaqeeya xogtii dadka iyo shirkadaha u ilaaliya taa u baahan dawladdu way dadaalaysaa dadaal badan bay wataa laakiin haddii aanay dad u shaqeeyo oo xogtii dawladda u haya aanay haysan dadaalka muxuu macna sameynayaa wasaaradda iskaashiga dadaal badan bay wataa hawl badan bay haysaa laakiin haddii aan dadkii expertise-kii aanay haysan maxay macna sameynaysaa dadaal marka beechkiisa loo maqan yahay wax adag bay soo celiyay wax adag ma waa wax aad u fudud waa la samayn karaa waxa laga yaabaa in ma garanaysa aqoonti ay yar tahay waxa laga yaabaa inay duruufo kale jiraan oonan daan ogaan karin imaga because aan weli wasiirkan lama sheekaysan wasaaraddana maan tegin manaan weydiin laakiin kolley very easy baa loo soo celin karaa boqolkiiba boqol si deg degaa loo soo celin karaa waana loogana hortagi karaa because hadduu tuugu gurigaaga daaqadaa kasoo galo imika daaqadaada maqsinka hurtida haduu kasoo galo dee haddaad daaqadii hagaajisood garaaidkii garaaidka weyn ku xidhana mar kale kasoo geli kari maayo haddaad garaaidkii markii hore jabiya ku lamid aad ku xidhana dee wuu kusoo noqonaya marka waxaan u baahanay inaan soo celino lana xakameeyo si aanu mar labaad usoo gelin way injina waxaan doonaya wax kaa weydiiyo taawarada dadka maadaama cilmiga isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda baratay ku shaqaysay dunida sa loo xakameeyaa taawaradan dhibaato sida ay leeyihin maxay tahay isgaarsiintu runtii waxaan lahaa telecommunicationku waa qayb la xaalle ayay ka tahay dadka haddee qofka bini aadamka qof maanta ka maalmi karaa mobil ma jiro qof kasta uu haystaa mobil qof ronay balaa mobil baan uga noolaanayaa ma jiro sidaa ay muhiimadda ay noogu leedahay ayay muhiimaddeeduna u tahay in la barto waxaan ahaa qofkii ugu horreeyay ka bilaaba kulliyadda isgaarsiinta jaamacadda gulis waxaan ku bilownay 20 arday
waxay waqtigaas waxay 2009 because asal keenu waa halkan su'aasha wariyasi weydiiyay ayaa markaa meeliga taabatay waxaan go'aansaday inaan markaa inaan aasaaso personal anigu aan aasaaso kulliyada isgaarsiinta maadaama cilmiga aan bartay ku takhasusay si aad waxa aasaasto waxa u baahantay platform meel aad ku aasaasto hawshaa ugu markaa gudoomiyaha jaacada golis khair Allah siiyo ayaan arintii kooda hadalnay gudoomiyuhu aad buu soo dhaweeyay sidii baanan ku aas aasnay waxaanan ku bilownay 30 arday mise 20 arday ardaydii biriga wax barayay imaanta waa qarba qarba masuuliyiin waa masuuliyiin shirkadaha maamulaan qarba xataa xisaabta ku jira oo ah xog haya oo wasiir noqonay Britool hadda la yiraa qarba wasiir ah maanta oo wasiir ah ku jira wasiir ah waa ardayda wax soo barnayna marka waxaan wax ugu dhigi jiray buugeyga notebook ee qalinkii buuga aan ku qorin jiray qalinka jaamacadda ay ardaydu uga dhigi jiray qarba qurbaha jooga oo shirkadaha weyn u shaqeeya maantana ee jaamacad walba oo ku taala waxay leedahay qaybta isgaarsiinta qaybta isgaarsiinta sayo balaartay wada arkaysa marka arintan taawarada iyo isgaarsiintu waa arin jirta una baahan in wax iska qabsano laakiin dhul qodob ma ka taabanaya dhul qodob ku ka talaya waxa weeye dadweynuhu way jiraan taawaro microwave way jiraan laakiin imika inagoo kale waxaad arkaysaa hal meel ay afar taawar ka taagan yihiin ama hal location imika tusaalana hadan ku siiyo xisbiga kale inta taawar ee bir ka taagan waad arkaysaa shirkad walba bir bay taagantahay shirkad walba bir bay taagantahay waxa intaa dheer idaacadihii antennaynta idaacadaha ayaguna dheer intaasoo taawar ba taagan waxa ka qurux badan oo ka wanaagsan in la isticmaalo aqoon waxa la yiraahdo infrastructure sharing waxa la yiraahdo khayraad kala wadaag halka ay shirkad waliba tower taaganayso waxa ka fiican ee idaacad waliba tower taaganayso waxa fiican hal tower oo weyn oo la xalle in meel laga taago dadna kala share gareeyo ay wadaagaan shirkad waliba microwave-keeda iyo BTS-keeda ay kolba dhinac kaga xidhato maxay minimas garanaysaa dhaqaalihii bay inoo xafidaysaa taawar kasta marka la sameynayo 30,000-40,000 oo doolar baa lagu sameeyay halka taawar maxay noo meel kale sii fiirsaa dhaqaalihii bay yaraanaysaa bay khaaminaysaa fahmaysaa resources-kii bay inoo yaraanaysaa resources-kii ayay inoo yaraanaysaa marka waxaa jira waxa la yiraahdo infrastructure sharing adduunyada in la isticmaalaa waa muhiim weyn waxa kaloo jira in Soomaaliland ay samayso wax la antenna farms waa beero loo sameeyo antennooyin oo kaliya taawarada iyo waxa loo sameeyo meel gaar loo sameeyo yar baxsan hadii aan la sameyn karina taawar la sameeyo magaalada ka dhex taagan oo weyn oo taawarka ay wada isticmaalaan shirkadaha marka kulli waxaan yar arkayaa baxsanaan yar in qof waliba gaarkiisa u socdo oo taawaradii ay farabadan yihiin laakiin waxaan kula talin lahaa kulli de kulli wasaaraddiin leenay oo inoogu dambeynna wasaaraddeena laakiin in infrastructure sharing kaas kale lagu yar shirkadii lagu booriyo waa muhiim aad bay muhiim u tahay antenna farms kaas kale in la eego oo halka dadku degan yihiin residential-ka laga yar saaro oo meel kale oo gaar ah la geeya aad bay u fiican tahay taawaro maxay horta khatar leeyihiin sidoo kale waxay ku xidhan tahay taawarka marka khatar way yeelan karaan sidoo kale khatar ma yeelan karaan UN-ta qaramada midoobay waxay tiraa khatar ma laha laakiin mar walba waxay ku xiran tahay in wixii la ogaado oo dabagal lagu sameeyo oo la taawarad kuwa khatarta sameynayay
ان frequency سمينية سيس دينية بسوى كوي عن خطرت الله هاي هكلي واحد دوين أو دوي كل دوين مقرنسة سيستم كده أسد مقرنسين بكل دوين هين واحد كل دوين هين production كي manufacturing كده كل دوين قام كل أسس سمينية مقرنسة مركا أنا واحد لمسني توريد إن مدام الشركة ده إن بدك تحشري إن السيف هين إمكا لكن كل أي هذا مدام غطك بلادي إن دبقل لغو سمية أو في عنتها أو حيلا دبقلها بردو التوى دو قيت تي وزارة دين وحي سوي بسي قاري قاري قاسبوحوها راديو فريكونسي عارف عارف وها فريكونسي راديو فريكونسي فريكونسي قنو إيجي مركاوحة جرتا وحلا لهذا دي ماكروفيسكن إيو الالكترومغنيتيكن أي سو ساريان تاوردو أيال إيجي إن لأغادة ومهيم ويجي إن لأغادة ومهيم ويجي وعبر كودة مسيف بيتاتك ويهين مسي وماها إن الأوجادة دوا من مش كتيرة، وحوجاني أنا هو قلب يتكنولوجي، قلب يتكنولوجي، ها أي أوجاني، مركا إن مربين تا إن شاء الله تعالى سدي تيلسة وقاعد دونا، ها ها يد سدي تيلسة وقاعد دونا، ها. التكنولوجيا ده يو علم جاني مخصو دور كيا إسكارسينتو، سداس شكتي دنيا وحوس سمايان مل أتينا فامس ليدا هذا أما بيرجارو تاور هذا مل جارو لديكو. in la share gareeyo si aanay u badan oo kala aanay dadku wax u soo gaarsiinin khatarahooda inta badan ay dunida ka geystaan la record gareeyay dunida ba salaahan waxa kamida so mobile message dadkeena waxaan ku arkaa 99% on dunida halkan in hawadu mariyo kulli 10 badan oo aan sameyn doona insha Allah taala taala insha Allah sameyn doona inta badan waxaad arkaysa mobile key jeebada sare ku ridinayo jeebadeena sarna badanka left side kii noogu yaalan inaga ragadeenu nahay halka suubow ku ridinaya mobile kani electromagnetic waves bixinaya communication wuxuu la sameynayaa towerka xidid buu la sameynayaa sanfam marka in wixii electromagnetic ah jeebadaada gashataa the risk weyn buu ku yahay wadnahaagu ku yahay waxa laga wada hadlay xog xasaasi ah xanuunada wadanka maanta ka jira oo wax possible ma ogtay research wiil lama sameeyay laakiin waa sabab kara wadi kartaa marka dadku horta inay ka fojignaadaan mobilka meelaha uu safe gareysan ee mobilka gashada ka mid ah suunka bariga ku xirin jirnaa magaran waa one of the best safes waa the safest waxa ugu muhiimsan waa waqtiga soo baxay soo raaci ha laakiin waqtiyadii wax lagu leeyahay dad wixii smartphone dadka ba technology base bidshi laakiin waa meelaha aad u safe gareysan waa waxa halkaas qofka habeenkii buu saaxanaya barkimada hoos gashanaya mobilka so is the communication kun ma so is not transmission kima samayn mobile mobile kan hata markay no baqtiino inu shut down and switch off naano dadku waxay moodeen mobile baqtiisan yahay mobile kaas communication buu wadaa wuxuu ma baqtiisna wuxuu wadaa waxa la signal broadcasting ku sameynaya wuxuu la xiriiraya towerka ugu dhow ugu la hadlaya marka signal buu bixinaya waa sababta marka la leeyahay towerada meelaha la degan yahay looga durkiyo marka waqtin mobile kaaga maadaam communication sameynayo why aad barkimada hoos ku shanaysa hadan tawro dhawayso ka ugu dhawbo marba la xiriiraya laakiin wuu ka fogaaday ha mem mobile kaas ka durkinaysa marka sida fiican waxa weey qof markuu iga saaxanayo mobile ka ilaa 2 mitir oo kale ama 2 talaabade dadku si kulbaysan fahmiyaan in qofku iska dhiyo meel kale durugsan ayaa qurux badan waxaad arkaysaa mobile kiyo 10% charger ka dab ku jira 10% yahay oo qofka hadana ku hadlayo su'aalku waa inay dhagta xanuunaysa waa khatar leedahay powerka uu isticmaalayo ama power consumptionka mobilku phoneku ama batteryga mobil ku jira lithuanium baa la dhahaa baalka ku jira marka powerkii loogu talagalay inuu mobilkan ku shaqeeyo hoos buu dhaafay 10% buu maraya sida loogu talagalayna waa inuu 60% iyo wixii ka sareeyo noqdaa macnaheedu marka baalka heat up uu sameynaya powerkii buu meel kale ka doonayaa inuu ka raadiyo fahmisa haddana heat up uu sameynaya marka uu kulanaya marka dib ay ku noqonaysaa dhigtaadi chargerkiisa ku jira dab ku jira dad ku hadlaya dabki ku jira waxyaabaha khatarta ku ah marka waxyaabaha badan baa ka duubay insha Allah barnaamijada aad bi kala duwayn mobiladan wada keen la keenaa kulli waxa laga yaabaa in jeena iyo meelaha laga keeno quality goda ma hubno ogaalkayga meel mobilada aan ku quality goda ku jeegareyno waxa filayna inaan wali yeelan baan filayaa ogaalkayga anigu taan ogahay laakiin de waa mobilada wadanka imanaya meel ay ka imanayaan ma garanayno sida loo soo sadab gareeyay ma garanayno electromagnetic ku jira ma garanayno
ويفسكي بحنيان مقرنينو مقرنيسا مركا دواتها دلالك دوني مركي سوق ليان ما ياه تشيكا بالغصنا والله تشيكرا ياها والله تشيكرا ياها فريكوانسي قد الله تشيكرا ياها بري واحد حسوتان سودان كركيبي بحلا يلاحظو فيزا دو حلا يلاحظو انترنت انا ركيبي ده مركا انترنت ركيبه يسو اما فيزا دو حلا يلاحظو او انترنت ساتلايت كوميونيكيشن ساتلايت كلا حيرين مركا ركيبه يسو وإن أدو وزارة دو إسكارسين تيه بوصات إسكارسين تلك سوقاته أو قلانشو وإن أدو وزارة دو إشيكتا فريكوانسيغ أو كوشاقين دونا أنتانا داد ركبيسا فريكوانسيغ أو كوشاقين دونا أنتانا داد ركبيسا ما أها إسكا كالا يو ركبو سيدا ما يا مالكا دولد دو يطلقون لصع دا وحي سوق ليا واي يو حكب حيا ها فريكوانسيغ دا فريكوانسيغ دا نوغا دا مهيمة فريكوانسيغ نوغا دا ومهيم واي نوغو فريكوانسيغ ودا كينا جي اسم كي موبيلا دو فريكوانسيغ غار استعمالان halkan waxa ku toq frequency gaar ah isticmaalaan frequency gaar ah isticmaalaan marka qof haduu yimaado wax ka sameeyay islaahdo oo frequency isticmaalaya ay frequency walkie talkiga soo hadhow clash iman maayo so or maayo conflict frequency conflict soo iman maayo soo gali maayo marka maxaa dhacaya in de niki walkie talkigu shaqeyn baayo soo ma dhacayso marka waxaan laga hortagaa fiican oo hawsha fiican ka insha Allah and de kulli technology aad bay balaaran tahay een marka cyber security ga data science ka cloud computing kaas wax yabaa inuu baahan jaamacadeen inay aad iyo aad runtii een ay wax uga qabtaan waa baahi badan oo wadankeena u baahan waa baahi aanu u baahan doono the coming 20 years insha Allah taala wadankeena u baahan doono een marka in baahida runtii daboolna waa muhiim in dad badan wax ay qaan xifada ay qaan la soo saarana waa muhiim een shirkadaha laftigooda waxaan kula talinayaa deecidii doonaysa inay imika ku baraarato een wareysigeeyay kadib ay ku baraarugtay inay sameeyaan cyber security structure iyo infrastructure ka sameeyaan de kulli anigu waan joogaa way la soo xiri karaan kulli talooyin waan ka bixin karaa talooyin badan waan ka siin karaa waan ka caawin karaa insha Allah taala for free waan ugu caawin karaa hadii ay runtii doonayaan hata imika Australia kale budgetka sanadkii dawladdu ugu talagashay cyber security ga ya de waxa doon kartaa waa 35% بتت كغوده دولت شنو يصير ها يعني هم مهم سي مهم تو ادرك صح يعني قيب كاستا اما ديبارمنت كاستا انا وحل هذه سايبر سيكيورتي ديبارمنت شركه ودك جوجتو اون سايبر سيكيورتي لهنا ما بجرتبا وا قصب دولت حتى كدكتا حفيزه دولت نو وا قصب وا قصب اي ده مدا ملتريكا بوليسكا اني ميل كاستا او دولت اي كشقيسا سايبر سيكيورتي ان لهتا وا قصب ادويتي سوغيدا لو سوو واي وا امني وسيدو امنيغي ان حدودنو الى شنينو باتن امنيغي ان حدودنو لا شننا بيكوز دات ادونكي وا هل قلب هو جرايمك حتى انا وحاغ الى شن تي خطر بد كجرتا حقت ادي بد كجرتا خطر بد كجرتا ها بركا ان دي ارتاسي كلي واتلوين كان بخينايو ان لا يهاين ان كفوجنانو رنتي او انو ارنتا اندها افرن waxa kale oo muhiim ah baa la yiraahdo GIS bachelorsna geographic information system and bahalkaasina waa muhiim dalkeena aad bii imika ma sha Allah dadku aad bii u barteen wasaaradda badan baa la imika and GIS marka waa technology kale oo imika dawladdu hoos wad aragto wax la sameeyaa baa yar la yiraahdo and the numberka gurigaaga iyo waxa ku saxaya xogta dhulka ku saxaa imika xogta dhulka weynaga aad isticmaala laakiin qayb kamida oo boqolkiiba shan ama toban ah ayuu ka isticmaalaa GIS-ka qab ku shaqeeyaa inta dawladdu hoose ee waxa wanaagsan ay imika qabteen runtii ee muranka dhulka yareeyay waa technology-ga GIS-ka ee dawladdu hoose imika isticmaalayaan Soomaa in si maadna qofka jagadiisu uu ogaan karo qofkii oo haddii san muran uga iman garanays marka way fiican tahay si wanaagsan baa hawsha loo wada laakiin GIS-ki boqolkiiba shan iyo toban ama labaatan bay ka isticmaalaan boqolkiiba 80 ma naqaano boqolkiiba 80 ma naqaano aqoon badan baasna ku dhahan een waxa ka mid ah baahida inuu qabna xaq security ga kamida een ciidamadu aad ugu baahan yihiin een wasaaradda beeraha kale aad ugu baahan tahay oo yidhaahdo beeraha iyo dhulka inay ogaataa dhulki qorsheysoo beeraha ku weeyno beeraha ku weeyno beeraha maxaa ka soo baxa beeraha population kiba kamida wasaaradda qorsheynta kalaan u sadab gareeyay barigi oo i think waa 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 mashiinadii ugu horeeyay Soomaaliland ee GIS-ka
أدانوا هين كيوري وكيوري كون بريجا وسد قريء ووقت جو سعد على شر وزير كخشين تقرن كها بريجا سان وسد قريء يونت لا هذا يونت كشيء أيسك أيان أسمي يعني مركوا وكيوري سمعنا لقى سمعي ويشرين قار هيدا عالم يستعملان لكن وهي واحد ببليجين أما برايفت كه مبي رنتي ميتشين هدي شرين وامد أما لبا كوري كأن سمعي مركا ريلي توا وعلمي أينو هاي سنة أقون تيدي أونو بحني إنه كفاية اسمه دمليشيا أكتر شقي هل كان وده كان أكتر شقي السودان وأكتر شقي رواندا وأكتر شقي كينيا وأكتر شقي إما كون ده أستراليا شو أكتر شقي أنا وان كشقيه أو أقول بس سايبر سيكوريتي أكتر شقيه